السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وعافية، ومرحبا وسهلا بالجميع. مرحبا بكم في حسابي الجديد، وكما عودتكم دائما الحديث عن كل ما هو جديد وعن كل ما هو رايج على مواقع التواصل من أخبار العالم، وهذه المرة قضية الصحراء الغربية. كما شاهدتم جميعا موقف البرلمان الإسباني المتعلق بالمصادقة على عدة نقاط متعلقة بقضية الصحراء الغربية بمشاركة 348 نائبا. طبعا أهم النقاط: دعم عمل الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية. وبهذه المناسبة أهني الشعب الصحراوي قاطبة وأينما تواجد، وأقول لإسبانيا أنها أصبحت في الطريق الصحيح لتصحيح الأخطاء التاريخية التي ارتكبتها في حق الشعب الصحراوي. وأقول أيضا أن تصحيح الأخطاء لا يأتي بإعطاء جنسية إسبانية للشعب الصحراوي، ولا يأتي بإعطاء المادة وغير ذلك، بل يأتي بالاعتراف بأرض الصحراء الغربية أنها للشعب الصحراوي وليس للاحتلال المغربي، وقضية عادلة. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والهزيمة والذل والعار للخونة والأهل.